بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمزيد من الصلاة والتسليم. أما بعد، فإن عقيدة التوحيد هي الأساس للمسلمين الذي يبنون عليه سائر أعمالهم الصالحة من الطاعات والقربات، من واجبات ومستحبات. فالتوحيد هو الأساس، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أول ما بدأوا في إصلاح العقيدة بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، ثم بعد ذلك تأتي بقية أوامر الدين تباعاً على أساس التوحيد والعقيدة الصحيحة. وكما جاء الإسلام بالأمر بالتوحيد، فقد جاء بالنهي عن الشرك، فلا يكفي أن نأمر بالتوحيد أو أن نوحد الله جل وعلا بالعبادة، لا يكفي هذا، بل لا بد من النهي عن الشرك والبراءة منه، التحذير منه، لأنه لا يصح توحيد ولا عبادة مع وجود الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن ثم اهتم العلماء رحمهم الله ببيان نواقض الإسلام ومبطلات التوحيد اهتماماً بالغاً، لأن خطرها عظيم وقل من يتنبه لها، ولأن الدعاة إليها من أهل الضلال وعلماء الضلال ومن شياطين الإنس والجن كثيرون، لا يفترون ولا يفتؤون، يدعون إلى إخراج الناس من النور إلى الظلمات. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخرجونهم من النور، من نور الإيمان والتوحيد وعبادة الله سبحانه، إلى ظلمات الشرك والجهل والضلال. هذا دابهم في كل زمان ومكان، حذرنا الله جل وعلا منهم لنأخذ حذرنا دائما وأبدا. فهم لم يكونوا في القرون الأولى وانتهوا وانقطعت آثارهم، لا، هم مستمرون ويزيد شرهم كلما تأخر الزمان وفشل الجهل في الناس.
وقل الاهتمام بتدريس العقيدة ومعرفتها، فإنهم ينشطون حينئذ. ومن أعظم نواقض الإسلام بعد الشرك السحر، والسحر آفة قديمة في الأمم، آفة قديمة في الأمم، فقد كان السحر على عهد فرعون، وفرعون اتخذ السحرة وزرا وحاشية له. فلما جاء موسى عليه السلام ادعى فرعون أن ما معه سحر، وأنه سيقابله بسحر مثله، فجمع السحرة وجاء بهم بكيدهم، وجاء موسى عليه السلام وحضر هذا اليوم جموع كثيرة، ولله الحكمة في ذلك، لأجل أن يظهر الحق ويبطل الباطل على رؤوس الأشهاد. فلما حضروا طلبوا من موسى عليه السلام أن يلقي ما معه. موسى عليه السلام امتنع من إلقاء ما معه حتى يلقوا هم ما معهم، قال بل ألقوا، قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال الله جل وعلا جاءوا بسحر عظيم. فأمر الله موسى عليه السلام أن ألقي عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فألقاها فانقلبت حية عظيمة، تحولت من كونها عصا إلى كونها حية عظيمة، التقمت كل ما ألقوه في الوادي من السحر، التقمته كله، وكادت أن تأتي عليهم على فرعون وقومه. ثم إن الله أمر موسى عليه السلام أن يأخذها، فأخذها فعادت عصا كما كانت. فبطل السحر علانية على رؤوس الأشهاد، ونصر الله موسى عليه السلام، وخذل فرعون وقومه، فما كان من السحرة إلا أن اعترفوا أن ما مع موسى ليس سحرا، لأنهم أصحاب خبرة، فعرفوا أن ما مع موسى ليس سحرا، وإنما هو آية من الله جل وعلا. ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فكان هذا مشهدا مخزيا لفرعون ومن معه، وكان قوة للحق، قوة لموسى عليه السلام، وقوة للحق. فاندحر فرعون وقومه وبطل سحرهم، قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
والسحر هو عبارة عما لطف وخفي سببه، وهو ينقسم إلى قسمين: سحر حقيقي، سحر حقيقي يؤثر في المسحور فيقتل ويمرض ويخبل العقل ويفرق بين المرء وزوجه، يقلب العداوة، يقلب المحبة عداوة ويقلب العداوة محبة، وهو الصرف والعطف، وهذا أعظم أنواع السحر. والنوع الثاني سحر تخيلي لا حقيقة له، وإنما هو سحر على الأبصار فقط، وهو ما يسمى بالقمرة الآن، هذا سحر تخيلي، وهو الذي جاء به سحرة فرعون، ولهذا قال جل وعلا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال جل وعلا: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. سحر تخيلي، ولهذا قال جل وعلا: فلما ألقوا سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال عن موسى عليه السلام: يخيل إليه من سحرهم أن تسعى، يعني العصي، العصي والحبال التي معهم، يخيل لموسى من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والسحر بنوعيه: كفر بالله عز وجل، لأنه من تعليم الشياطين، قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر من تعليم الشياطين، والشياطين لا تعلم السحر إلا لمن كفر بالله عز وجل، يشترطون عليه أن يكفر بالله ويخضع لهم ثم يعلمونه السحر. ولما أنزل الله الملكين من السماء لامتحان العباد بتعليم السحر امتحانا للعباد، ليظهر من هو صحيح الإيمان ممن هو مضعضع الإيمان، الملكان لا يعلمان من أحد وما يعلمان من أحد حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر، ينصحان من يأتي أن يتعلم، ينصحانه بترك التعلم، فلا تكفر يعني لا تتعلم السحر، دل على أن تعلم السحر كفر. إذن تعليمه وتعلمه كفر بالله عز وجل، لأنه من عمل الشياطين، والشياطين لا تعلم من بني آدم إلا من كفر بالله عز وجل، فالساحر كافر، الكفر الأكبر، المخرج من الملة. ولهذا عده العلماء كالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عدوه من نواقض الإسلام، فالسحر من نواقض الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له، ليس منا من سحر أو سحر له، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ظهر الآن في القنوات الفضائية الشيطانية قنوات سحرية تعلم السحر وتطلب من الناس
أن يتصلوا بها لتعالجهم من السحر، هذا كفر بالله عز وجل، فلا يجوز الاتصال بهم ولا سؤالهم، ولا يجوز العمل بقولهم، بل يجب تكذيبهم وبيان بطلان شرهم، ويجب على كل مسلم أن يبتعد عن هذه القنوات فلا ينظر فيها لئلا يفتن بها ويسلب دينه وتفسد عقيدته، ولا يجوز له أن يدخلها في بيته أو في محله لأنها تجلب له الكفر والشرك بالله وتفسد أهل بيته ومن فيه من النساء والأولاد والزوار وغير ذلك. فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر في هذه القنوات أو أن يدخلها في بيته، لأنها قنوات سحرية والقائمون عليها شياطين، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، والعلاج ولله الحمد أنزله الله من المباح، قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء أو دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالعلاج يكون بالأمور المباحة من الرقية الشرعية والتعوذات الشرعية والقرآن الكريم، ويكون بالأدوية المباحة التي ليس فيها سحر، والمسلم يحافظ على عقيدته. ولو أصابه مرض، المرض ابتلاء من الله جل وعلا، فإذا أصابه المرض فليصبر ويرضى بقضاء الله وقدره، وأيضا يتداوى ويتعالج بما أباح الله له من الأسباب النافعة، ويسلم على عقيدته ودينه. فإنه لو قدر أنه يمتحن ويشفى من مرضه وهو قد تعامل بالسحر وذبح لغير الله، لأنهم يأمرونه أن يذبح لغير الله، فلو قدر أنه أطاعهم وابتلاه الله وعافاه من المرض ابتلاء واستدراجا له، فإنه قد خسر الدنيا والآخرة. وماذا يستفيد إذا أهدر عقيدته وأفسد عقيدته وعاش على الكفر وعلى الشرك؟ نسأل الله العافية. فالمسلم يحذر من هذه الأمور ويبتعد عنها، ويحذر إخوانه، ويجب على العلماء طلبة العلم والدعاة والخطباء أن يبينوا للناس شر هذه القنوات وأن يحذروهم منها، ويجب على الكتاب في الصحف والمجلات أن يردوا على هذه الأفكار الخبيثة ويحذروا الناس منها، ولا يجوز السكوت أبداً عن هذا الأمر الخطير الذي يسري في الناس كسريان النار في الهشيم، لا سيما وأنهم يدعون أنهم يعالجون الأمراض وأن عندهم الأدوية وأنهم
فهذه دعوة لعلم الغيب، فهم يدعون علم الغيب ويقولون سحرك فلان، فعل بك فلان، هذا من ادعاء علم الغيب. ومن ادعى علم الغيب فهو كافر، لأن علم الغيب إنما هو لله جل وعلا. قل إنما الغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فعلى المسلم أن يحذر ويحذر من هذه القنوات. بل هناك أيضا في الصحف وبعض المجلات صفحة للتنجيم، وأنك إذا ولدت في النجم الفلاني فإنه يحصل لك كذا وكذا، وإن ولدت في النجم الفلاني يحصل لك كذا وكذا. هذا من علم التنجيم، وهذا من السحر أيضا. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. السحر أنواع، وكله كفر بالله عز وجل، شرك بالله، فعلى المسلمين أن يتحاذروا منه وأن يبتعدوا عنه، ولا يغتروا بكونه ينشر في الفضائيات، فإن الفضائيات أغلبها تستغل لنشر الكفر والشرك وإفساد عقائد المسلمين، لا سيما هذه البلاد، بلاد التوحيد، بلاد الحرمين، مهبط الوحي، منبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الشياطين يركزون عليها أكثر من غيرها ليفسدوا المنبع الذي نبع منه الإسلام، انطلقت منه دعوة التوحيد. فعلينا أن نحذر هذا الأمر، وأن نعرف مكاننا بين المسلمين، ونعرف ما لبلادنا حفظها الله ما لها من المركزية في العالم الإسلامي. فعلينا أن نكون أول من ينكر هذه الشركيات والكهريات والأعمال الشيطانية. فنحن والحمد لله على بصيرة من ديننا، وعلى ثبات من عقيدتنا المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي سار عليها أئمة الإسلام وخير القرون. هذا ميراثنا. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. هذا ميراثنا، فلنحافظ عليه ولنتعلمه ولنعرف ما يضاده من كل شرك وكفر ونفاق، نعرف ما يضاده فنحذر منه ونجتنبه. ومنه ومن أعظمه السحر، الذي فشى في هذه القنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهو غزو شيطاني كيد به المسلمون في صميم عقيدتهم. الأمر تجاوز الشهوات والمعاصي الشهوانية، تجاوزها إلى صميم العقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلنحذر من هذا الأمر الخطير، ونجنبه بيوتنا، وما ولانا الله عليه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأنت راع على أهل بيتك، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فجنبوا بيوتكم هذه القنوات الشيطانية، ولا تغتروا بمن نصبها على بيته وقال إنها للاطلاع وأنا لا أتأثر بها، هذا كيد من الشيطان. هل أنت معصوم؟ هل أنت معصوم من التأثر بها؟ القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا عرضت نفسك للفتن وللخطر فحري أن تصاب، ولست بمعصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف بنا نحن؟ إبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه هو الذي كسر الأصنام بيده، لكن خشي عليه الصلاة والسلام أن يفتن وأن يبتلى كما ابتلي غيره. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر الخطير، فإنه والله أعظم من غزو القنابل والأسلحة الفتاكة، لأن غزو القنابل والأسلحة الفتاكة تدمر البيوت أو تقتل النفوس، ولكن هذه القنوات تدمر العقيدة، تدمر الدين، ويصبح الإنسان لا دين له إذا لم يحذر منها ولم يتجنبها. نسأل الله يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. والآن بعض مع بعض أسئلتكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: كثر الحديث عن جواز فك السحر بالسحر، وقد أفتى بذلك بعض من ينتسبون إلى هذه البلاد بأنه يجوز فك السحر للسحر، وكثير من الناس يكون مضطرا لذلك، فهل هذا مسوغ لجواز هذا؟ فك السحر بالسحر هو رضا بالسحر وأمر باستعمال السحر، وهذا أمر لا يجوز. لا يجوز أن الإنسان يتعالج بالسحر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تداووا ولا تداووا بحرام. والسحر هو أعظم الحرام، فلا يجوز التداوي بالحرام. وليس هناك ضرورة إلى السحر، لأن الله جعل لنا من الأدوية بالقرآن وبالسنة والأدعية الشرعية وبالأدوية المباحة، جعل لنا ما يغنينا عن الحرام، فقد أغنانا الله بحلاله عن حرامه. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الضرورة لا تبيح الكفر. نعم، الضرورة تبيح الأكل من الميتة، وهذا ليس بكفر، هذا لإبقاء النفس فقط. أما السحر فهو كفر، والكفر لا يباح بحال إلا في حالة الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
أما غير المكره فلا يجوز، وليس هذا من الضرورة ولا من الإكراه، لأن الله جعل لنا من الأدوية النافعة مع التوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه ما يغنينا عن ذلك. وأما كون بعض طلبة العلم أفتى بهذا فهذا جهل منه، هذا جهل منه وخطأ، لا يجوز هذا. وقد صدرت ولله الحمد ردود كثيرة حتى من خارج المملكة على هذا الشخص، خطأه العلماء في سائر البلدان، خطأوا هذه الفتوى. نعم فضيلة الشيخ، هذا يقول: ما هو عقاب الساحر؟ عقاب الساحر القتل، عقاب الساحر أنه يقتل لأنه مرتد عن دين الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا مبدل لدينه فيجب قتله لأنه ارتد عن دين الإسلام بالسحر، هذا هو حده. وقد نفذ هذا الحكم جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال الراوي: فقتلنا 3 سواحر. وهذه ابنته حفصة ابنة عمر أم المؤمنين رضي الله عنها، قتلت جارية لها سحرتها. وهذا جندب بن كعب الأزدي رضي الله عنه مر بساحر يلعب عند بعض الأمراء يظهر للناس أنه يقتل الشخص ثم يحييه، فقرب منه جندب رضي الله عنه مشتملا على السيف، فلما قرب منه ضربه بالسيف فقطع رأسه والناس ينظرون، قال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: صح قتل السحرة عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر وابنته حفصة وجندب بن كعب الأزدي رضي الله عنه. هذا يقول: خالي يمارس الطب الشعبي، وفي مرة من المرات ذهبت بصديق لي فسأل عن اسم أمه، ثم بعد فترة قبض على هذا، يقصد خاله، بتهمة السحر أو ما شابه، ثم خرج. يقول: ماذا أعمل الآن وقد خرج من السجن من ناحية صلة القرابة، مع العلم أنني لا أستطيع مناصحته، فنرجو إرشادي حول ذلك. هذا ليس بمعالج، هذا ساحر الذي يسأل عن أم الشخص أو عن أبيه، هذه علامة السحرة، فهذا ساحر يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. إذا ثبت عليه هذا، إذا ثبت عليه أنه يتعاطى هذا الشيء، أما مجرد التهمة من غير ثبوت فهذا يمكن يستحق التعزير والتأديب لعله يبتعد عن هذا الشيء، وعليك بمناصحته، عليك بمناصحته والإنكار عليه وإبلاغه ما جاء عن الله ورسوله وما قاله أهل العلم مما جاء في حق الساحر وحكمه، عليك أن تبلغه بذلك. نعم. بعض الناس كلما أصابه مرض أو ضيق صدر أو غير ذلك توهم أنه مسحور، فهذا السائل يسأل يقول: هل هناك علامات على أن هذا الشخص مسحور؟ الأمراض كثيرة، بعض الناس يظن أن كل مرض سحر أو أنه إصابة بالعين أو ما أشبه ذلك، وهذا هذا ليس بصحيح، الأمراض كثيرة، فعلى المسلم أن يعالج بالأدوية المباحة والرقى الشرعية مع التوكل
على الله سبحانه حسن الظن به، ويبتعد ويبعد عن نفسه قضية السحر وقضية العين، يبعد هذه الأمور عن نفسه. نعم. هذا يقول: أنا راقي وأرقي على الموسوسين خاصة، وربما أتى إلي نساء، هل يحل لي أن أمس هذه المرأة حيث إن ذلك ضرورة؟ لا لا بأس أن تقرأ عليها وهي محجبة وبدون خلوة بحضور محرمها، تقرأ عليها وتنفث عليها بدون خلوة، وتكون متسترة بجميع بدنها ولا تمسها بيدك. وقد صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة بتحريم أن يمس المرأة بحجة أنه يقرأ عليها، فتقرأ وتنفث عليها من بعد، وأيضا تقرأ في ماء وتشربه المرأة، هذا هو نفس العلاج الذي ليس فيه محذور. نعم. يقول: هل هناك سحر يكفر به الشخص وسحر لا يكفر به، وما الفرق بين السحر الحقيقي والسحر التخييلي؟ السحر الحقيقي والسحر التخييلي علمناكم، شرحناه لكم وعرفناه، وأما إيش يقول؟ يقول: ما هو السحر الذي يكفر به الساحر؟ السحر كله يكفر به الساحر، السحر كله يكفر به الساحر، لأن الله لم يستثني منه شيئا. وكون بعض العلماء يقول هناك سحر لا يكفر صاحبه، هذا عن اجتهاد، وهو اجتهاد خاطئ، فإن الساحر لا يكون ساحرا إلا إذا خضع للشياطين وعلموه السحر، وهذا كفر. نعم. يقول: هل ورد في النصوص أن في آخر الزمان يكثر عمل السحر والتصديق به؟ لا أعرف شيئا من ذلك، ولكن بلا شك إن كل ما تأخر الزمان يفشو الجهل، وإذا فشى الجهل وقل العلماء فإنها تأتي الآفات والمنكرات، ولا تجد من ينكرها ولا تجد من يردها بعلم وفقه من كتاب الله وسنة رسوله. نعم. هذا يقول: من اتصل على مثل هؤلاء بنية التبجح عليهم والاستهزاء بهم وبيان عوارهم على الناس، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز هذا، حجة أنه يسخر منهم ويتبجح ويظهر للناس بطلانهم، هل هو معصوم لا يتأثر؟ هم عندهم سحر، عندهم شر يغتر به الإنسان، والإنسان لا يزكي نفسه، أما دام أنه في عافية فليحمد الله على العافية ويبتعد عن مواطن الخطر. نعم. يقول: كيف يحمي المسلم نفسه من السحر؟ يحمي نفسه من السحر بالتوكل على الله والاعتماد على الله وكثرة الأوراد الشرعية الصباح والمساء من كتاب الله ومن الأدعية الشرعية، وقبل ذلك كلها المحافظة على الفرائض، المحافظة على الفرائض في مواقيتها مع الجماعة، فإن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، فإذا صلى الفجر في جماعة وبنية صالحة صار في ذمة الله وحفظه، ولا أحد يناله بسوء، هذا مما يحفظ الله به العبد. نعم. وهذا يسأل عن معنى قراءة الكف أو الفنجان. هي من السحر، قراءة الكف، قراءة الفنجان، الطلاسم، كلها من أنواع السحر، ولا يجوز، لأنها أمور خفية، والسحر ما خفي ولا طه سبب، فهي أمور خفية يزعمون أنها تؤثر وأنها تشفي المريض، وأن هذا هو السحر. نعم. هذا يسأل يقول: هل الجماعة تدرك بإدراك ركعة من الصلاة أم بإدراك جزء من التشهد؟ صحيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، أما ما دون الركعة فلا تدرك به الجماعة، لكن يدخل معهم بنية الأجر والثواب والمتابعة. نعم.
هذا يقول: قرأت مقالا في أحد مواقع الإنترنت يتحدث عن مدينة بريدة، وجعل صاحب المقال عنوان مقاله بريدة رضي الله عنها، فهل يعد هذا استنقاصا للصحابة وسوء أدب معهم، وخاصة بريدة رضي الله عنه؟ بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الصحابي الجليل، فإذا كان قصده التهكم فإنه يأثم بذلك، ويكون هذا من السخرية أو من تضحيك الناس بما لا يجوز التضحيك به. فبريدة صحابي جليل، وهو بريدة بن الحصيب. نعم. يقول: ما هي المعايير والمواصفات للزوجة الصالحة، علما بأني أبحث ولم أجد حتى الآن، أرجو أن تدلنا على ذلك وأن تدعو لي بالتوفيق. الزوجة الصالحة هي المتمسكة بدينها وعقيدتها، الصالحة في أخلاقها وتعاملها مع الزوج. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه هي الزوجة الصالحة المتمسكة بدينها، السليمة في أخلاقها وتعاملها مع الزوج ومع الناس، الحريصة على الستر والعفاف، التي تستحي من الرجال، هذه هي المرأة الصالحة. نعم. هذا يقول: نحن مجموعة نجتمع في استراحة، ثم إذا أذن المؤذن نصلي في الاستراحة دون الذهاب إلى المساجد، فهل يلزم الصلاة في المسجد مع سماعنا للمؤذن، أم أنه يجوز لنا أن نجمع في الاستراحات؟ إذا كنتم تسمعون الأذان قريبا منكم فلا يجوز لكم أن تصلوا في الاستراحة، بل يجب عليكم أن تذهبوا للمسجد القريب. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يذهب إلى المتخلفين عن صلاة الفجر ويحرق عليهم بيوتهم النار، مع أن هذه البيوت قد يكون فيها عدد كثير من الرجال ويصلون فيها، لكن لا يجوز لهم أن يتركوا المسجد ويصلوا في البيوت وهم يسمعون الأذان. نعم. هذا يقول: يوجد في بعض أماكن الترفيه، وخاصة في بعض أماكن الترفيه وخاصة في أوقات الإجازة، أناس يعملون أعمالاً يسمونها بهلناوية، مثل وضع السكين على البطن والاتكاء عليها، وكذلك جر الأشياء الثقيلة، وكذلك ثني الصياخ الحديد في العينين، فهل هذا من السحر؟ وما حكم ما يعملون هذا؟ هذا من السحر التخييلي. نعم، هذا من السحر التخييلي، فهو كما ذكرنا السحر نوعان: سحر حقيقي وسحر تخييلي. هذا من التخييل، الذي يجر السيارة بشعره، الذي يثني الصيخ في عينه، الذي يمشي على الجمر، كل هذا من السحر التخييلي الباطل الذي لا حقيقة له. نعم. يقول: هل قول عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: هل لا تنشرت؟ فقال: أما أنا فقد عافاني الله، هل هذا دليل على جواز فك السحر بالسحر؟ لا، النشرة المراد النشرة الشرعية التي هي القرآن والأدعية، هذا المراد بالنشرة. النشرة على قسمين: نشرة محرمة وشرك، وهي النشرة بالسحر، ونشرة شرعية مباحة، وهي علاج السحر بالأدوية المباحة وبالقراءة من القرآن ومن الأدعية الشرعية، مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا يقول: عندي مكتبة اشتريت كتب فيها كفر وإلحاد، وشيء فيه ذكر للفواحش وغيرها، ما الواجب علي، وما هو الواجب على من رأى في المكتبات شيء من ذلك؟ الواجب إتلاف هذه الكتب، الواجب إتلاف هذه الكتب، ولا تتركها في مكتبتك، فيقرأها
أو أنت تفتن بها، أو يقرأها من الجهال من أولادك وبناتك أو من يزور. الواجب عليك أن تجمعها وأن تتلفها، تسلم من شرها. نعم. يقول: هل يجوز استعمال السواك أثناء خطبة الجمعة وكذلك رد السلام أو تشمية العاطس؟ لا يجوز كل هذا، لأنه من الحركة بالسواك ومن الكلام برد السلام تشمية العاطس، كل هذا لا يجوز وقت الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. انظر، يقول أنصت، هذا أمر بالمعروف، لكن لما كان بالكلام فإنه ألغى أجره وثوابه في صلاة الجمعة. والذي يتكلم والإمام يخطب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الحمار يحمل أسفارا، لأنه تكلف الحضور وجاء ليصلي الجمعة لكنه أبطل ثوابه، فصار عمله لا فائدة منه، فلم يستفد من صلاة من حضوره، كما أن الحمار لا يستفيد من الكتب التي يحملها على ظهره. هذا تحذير شديد، يجب الإنصات لخطبة الجمعة، قطع الحركة، ولا يجوز السلام على الذين يستمعون الخطبة، لا يسلم، إذا دخل لا يسلم ولا يرد عليه السلام. وتشمية العاطس أيضا لا يشمت بالكلام، ربما إذا فرغ الخطيب من الخطبة أن يشمته ويقول: يرحمك الله. نعم. هذا يتكلم عن بعض المكالمات التي تأتي عبر الجوال من خارج البلاد، ويقول المتصل: أنك مسحور وأرسل لنا مبلغ من المال ونعالجك، والبعض يصدق مثل هذا، وأنا قد أتتني مثل هذه المكالمة، وأعرف امرأة في هذه البلاد في هذه المدينة أخذ منها هذا المتصل أكثر من 12,000 ريال، فما توجيه فضيلتكم؟ هذه الوسائل جاءت بشر كثير، فيها نفع الاتصالات عند الحاجة، لكن فيها شر كثير، وهي أنها استغلها شياطين الإنس والجن لإفساد عقائد الناس وأخلاقهم، ومن ذلك ما جاء في هذا السؤال، أنه يقول لك: أنت مسحور وعلاجك كذا وكذا، أرسل لي. فهو يريد أمرين: يريد إفساد دينك أولا وعقيدتك، ثانيا يريد ابتزاز مالك، فأنت تخسر الأمرين، فعليك أن تترك هذا الشيء، وأن تمسح هذه الرسالة الخبيثة، أن تمسحها من جوالك، أو إن كان عندك إنترنت على ما ذكرت فإنك تزيلها بأي وسيلة. نعم. هذا يسأل عن زيارة الآثار وخاصة مدائن صالح، هل يجوز الذهاب إليها؟ لا، لا يذهب ويسافر لأجل زيارة الآثار أو مدائن صالح، إنما السفر إما يكون لأمر مباح كالتجارة، يسافر للتجارة، أو لأمر مشروع كصلة الرحم، أو لأمر عبادة كالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. أما السفر لزيارة الآثار فهذا فيه مفسدة، لأن هذا قد يجر إلى الشرك، والاعتقاد في هذه الآثار تبرك بها والتمسح بها، وهذا ما يريده دعاة الضلال. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا على مدائن صالح على بيوت ثمود وهم في طريقهم إلى تبوك، نهى أصحابه رضي الله عنهم فقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم
ما أصابه، فلا يجوز السفر إليها. ولكن من مر بها بدون قصد، له قصد آخر ونظر إليها من باب الاعتبار والموعظة، باب الاعتبار والموعظة لا من باب الإعجاب بها أو النزهة، هذا أمر لا يجوز، لأنه خطير أن يصاب بمثل ما أصيب به. نعم. يسأل: ما هو سحر الخمول؟ ها؟ سحر الخمول. خمول؟ نعم. الله ما أعرف سحر الخمول. نعم. يقول: كثر من يدعي الرقية الشرعية، فكيف نميز الراقي الشرعي من غيره؟ الراقي الشرعي الذي يعرف منشأه ويعرف عقيدته ودراسته ويعرف بمحافظته على صلاته وعلى دينه ويعرف بالعلم أيضا، يعرف بالعلم، هذا هو الراقي الشرعي. يعرف منشأه، لا يكون ما ندري منين جاء ولا أين تعلم. يعرف بعقيدته لئلا يكون من المشعوذين، ويعرف بعلمه لئلا يكون من الجهال الذين يحسبون كل ما يقرؤون أو يسمعون أنه صحيح فيأخذون به. لا بد من العلم، لا بد من صحة العقيدة، لا بد من معرفة المنشأ. نعم. يسأل عن الكسوف والخسوف، وهل هو يدرك بالحساب؟ وما رأي فضيلتكم بمن قال أنه سوف يحصل في الساعة الفلانية والدقيقة ويحدد تحديدا دقيقة؟ الخسوف والكسوف يدرك بالحساب، هذا شيء معروف، يدرك بالحساب ويعرف وقته ويعرف زمانه، لأن هذا ناشئ عن حركة الشمس والقمر واجتماعهما وافتراقهما، هذا شيء معروف وليس هذا من علم الغيب، لأن هذا يدرك بالحساب، وعلم الغيب لا يمكن أن يدرك بالحساب، وهذا شيء مجرب ونص عليه العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ولكن هذا لا يؤثر على مشروعية الصلاة عند الكسوف والخسوف، لأن هذه عبادة وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم فتؤدى، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ولما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم خرج يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، ثم صلى بأصحابه صلاة الكسوف، هذا هو المشروع. وكذلك لا ينبغي التبجح بإظهار هذا للناس، والعلماء كانوا يعرفونه من قديم ولا ما كانوا يخبرون به، ما كانوا يخبرون به قبل وقوعه، مع أنهم يعرفونها أحسن من هؤلاء وأتقن من هؤلاء، لكن ما كانوا يعرفون يعلنونه للناس ويتبجحون بذلك، لأن هذا ربما يسهله عند العوام. ولا حتى سمعنا من يقول: وشوله الصلاة، يقول وشوله الصلاة الكسوف، ما دام يعرف بالحساب لماذا تصلى صلاة الكسوف؟ انظر كيف يعني الجهل. فلا ينبغي إعلان هذا الشيء للناس، وليت هذا يمنع لأجل الناس ما يتشوشون. نعم. وليكون الكسوف والخسوف أهيب في قلوب الناس. نعم. هل يكفر الرافضة على العموم أم فيه تفصيل؟ عندنا ضابط: من دعا غير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله فإنه يشرك ويكفر الكفر الأكبر، من الرافضة وغيرهم. من غلا في الصحابة أو في أهل البيت أو في الأولياء والصالحين فصرف لهم شيئاً من العبادة فإنه يشرك ويكفر ويخرج من الملة، فهذا الضابط يطبق على كل من اتصف به من رافضة وغيرهم. علاوة على ذلك، الرافضة يسبون الصحابة ويكفرونهم ويلعنون أبا بكر وعمر
ويكفرون كثيرا من الصحابة ما عدا أهل البيت، وهذا لا شك أنه مخالف لعقيدة المسلمين. الله جل وعلا أمرنا بتوقير الصحابة واحترامهم، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن وصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فضل الصحابة معلوم، ولا يسبقهم ولا يصل إليهم، لا يساويهم أحد مهما صلح ومهما بذل من الأعمال، لا يصل إلى درجة الصحابة أبدا. هم خير القرون، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير القرون. يأتي من هؤلاء من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرهم. نعم. يقول: رجل وطأ بقدميه على مياه نجسة، على مياه نجسة، وهو ذاهب إلى المسجد، ثم نسي أن يغسلهما فصلى، فما حكم صلاته؟ إذا تأكد 100% أن هذه المياه نجسة، وإلا فالأصل الطهارة، لكن إذا تأكد 100% أنها لا شك أن هذه الماء نجس، فإنه يجب عليه أن يغسل رجله، لأن هذا من إزالة النجاسة. لكن إذا نسي وصلى فصلاته صحيحة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا نسي وصلى وعلى ثوبه أو رجله أو شيء من النجاسة فإن صلاته صحيحة. نعم. يقول: من كان يأخذ حكم المسافر وهو مقيم، ما حكم الجمع بالنسبة له؟ نعم. من كان يأخذ حكم المسافر وهو مقيم في بلد، ما حكم الجمع بالنسبة له؟ لا يأخذ حكم المسافر وهو مقيم، هذا تناقض. المسافر إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام انقطع السفر وصار مقيما، فيلزمه أحكام الإقامة من إتمام الصلاة وصوم رمضان وصلاة كل صلاة في وقتها مثل المقيم تماما. نعم. يقول: إذا زنى الرجل بامرأة لا تحل له، هل يصح أن يتزوجها بعد ذلك قبل أن يصل أمره وأمرها إلى الإمام؟ واشرحوا لنا قول الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إلى قوله: وحرم ذلك على المؤمنين. الآية واضحة: وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز أن تزوج الزانية ولا أن يزوج الزاني حتى يتوبا إلى الله جل وعلا توبة صحيحة، وتخرج المرأة من العدة. لا بد من شرطين: الشرط الأول أن تتوب إلى الله توبة صحيحة بشروطها، الشرط الثاني أن تخرج من العدة لئلا تكون حاملا من الزنا. فإذا توافر الشرطان جاز أن تزوج. نعم. طيب العدة يا شيخ 3 أشهر؟ العدة 3 حيض. العدة 3 حيض إن كانت ممن تأتيها الحيضة، أو 3 أشهر لمن لا تحيض. نعم. يقول: بعض الناس يدعي أنه ليس هناك دليل لتحريم الدخان، ما قولكم على ذلك؟ نسأله: هل الدخان يعد من
من الطيبات ولا من الخبائث؟ إن قال من الطيبات فقد كذب، فهو من الخبائث بلا شك، في رائحته، في طعمه، في أثره على الجسم، في عدم نفعه، فهو من الخبائث، لا أحد يستطيع يقول إنه من الطيبات. والله جل وعلا قال في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان من قسم الخبائث، هذه ناحية. الناحية الثانية أن الدخان مضر بالبدن، وقد قرر هذا، أجمع على هذا أطباء العالم الآن، أجمعوا على أن الدخان مضر بالبدن، حتى الكفار قرروا أنه مضر بالصحة، ويلزمون الشركات أن تكتب على غلافه أنه مضر بالصحة، وما كان كذلك فلا شك في تحريمه. قال الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. هل يجوز الحلف بصفة من صفات الله سبحانه مثل قولهم والمصحف؟ يجوز الحلف بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه، فيجوز الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته أو بكلامه. والمصحف فيه تفصيل، إن كان قصده ما في المصحف من القرآن فلا بأس، أما إن كان قصده المصحف بأوراقه وجلوده فلا يجوز هذا، لأن الورق والكتابة وجلد المصحف هذه مخلوقة، لا يجوز الحلف بها. المصحف فيه تفصيل. نعم. هذا يقول: أنا شاب ملتزم ولله الحمد ومتحمس للجهاد في سبيل الله، وأغلب أصدقائي خرجوا للجهاد ولكن بقيت الرغبة، وإني أنتظر موافقة والدي، فبماذا تنصحون؟ ننصحك أن تحافظ على دينك وتبقى في بلدك وتطلب العلم وتبر بوالديك وتطلب الرزق في بلدك، تحافظ على دينك وعلى طلب العلم وبر الوالدين، والجهاد لا يكون إلا تحت راية إمام المسلمين، فإذا جهز الإمام ولي أمرنا جهز الغزو والجيش واستنفر الناس فإنه يجب النفير. قال تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. فهذا من صلاحيات الإمام، وهذا موجود في كتب العقائد، أن الجهاد يكون مع ولي أمر المسلمين، مع ولاة أمور المسلمين، لا بد من هذا. ولا بد أيضا إذا كان الجهاد فرض كفاية، إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا بد من إذن الوالدين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتتب مع المجاهدين، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أرجعه صلى الله عليه وسلم إلى والديه ليبر بهما ويخدمهما، وهذا جهاد في سبيل الله. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله.
نعم. هذا يسأل عن ما هي أفضل طريقة لحفظ كتاب الله وضبطه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الحمد لله وجدت مدارس تحفيظ القرآن، ووجدت حلقات تدريس القرآن، فأنت تأخذ الطريقة من هذه المدارس وهذه الجمعيات ومن مدرسيها، تأخذ التوجيهات منهم تتمشى عليها. نعم. يقول: ما هو توجيهكم لشخص يرى في نفسه أنه دائما لا يؤدي أعماله في إخلاص، مع أنه ينوي دائما النية الصالحة، ولكن إذا شرع في العمل أتته الوساوس وأن هذا العمل لا يراد به وجه الله؟ هذا من الشيطان، عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ولا يلتفت إليه، وأن يحسن النية والقصد، ولا يكون عنده وسواس أنه رياء، وأنه هذا كله من الشيطان ليمنعه من العمل وليخذله من العمل، فلا يلتفت إليه ويستعيذ بالله منه. نعم. هل تقول: امرأة مات زوجها رحمه الله فبقيت في بيتها فانتهى أجار البيت، فماذا تفعل؟ إذا انتهى أجار البيت وطلب منها صاحب البيت تحول منه، إنها تتحول منه إلى بيت آخر يناسبها، لأن هذا عذر. نعم. ما حكم بما يسمى تفسير الأحلام؟ الأحلام؟ هنا تفسير الأحلام إذا كان صادراً من إنسان معروف بدينه وعقيدته، ومعروف بصدق تفسيره، فلا بأس. الأحلام لها تفسير، الأحلام الصحيحة لها تفسير بلا شك، وهذا شيء موجود في القرآن. الذين سألوا يوسف عليه السلام أن يفتيهم، والملك لما رأى الرؤيا وطلب من الملأ أن ينبئونه بهذه الرؤيا، وانتهت إلى يوسف عليه السلام وعبرها. فإذا كان الرجل معروفا بالثقة ومعروفا بالدين، صلاح العقيدة، ومجرب منه أنه يصيب في الغالب، ما هو لازم يصيب في كل شيء، لأن تعبير الرؤيا إنما هو ظن، إنما هو ظن وفراسة، فقد يصيب وقد يخطي. لكن إذا عرف بالثقة وعرف بالدين فلا بأس أن يطلب منه تفسير الرؤيا. نعم. هل الإكثار من المباحات يؤثر على قلب الشخص كالخشوع في الصلاة والخشية من الله سبحانه وتعالى؟ إذا أعطيت نفسك ما تشتهيه وأكثرت عليها من الرفاهية والملذات فهذا يكسلك عن طاعة الله عز وجل. أنت إذا شبعت فإنك لا تستطيع النهوض ولا تستطيع الاستيقاظ لصلاة الليل، فعليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، إن كان ولا بد فثلث لطعامك
ثلث لشرابك وثلث لنفسك. يقتصد الإنسان، لأن هذا أعون له على طاعة الله عز وجل ويطرد عنه الكسل. وأيضا إذا أغرق في الشهوات وربما تدعوه نفسه إلى المحرمات، فيجعل بينه وبين المحرمات حاجزا من المباحات خشية الوقوع في المحرمات. نعم. هل يجوز وضع مسابقة في شراء الكتب الدينية؟ مسابقة في شراء الكتب الدينية، أي أن المكتبة أو الشخص الطابع للكتاب يضع عليه أسئلة حتى يشتري الناس هذه الكتب، ثم يحل هذه الأسئلة فيكون عليها جوائز، منها أن يستفيدوا من شراء الكتاب والانتفاع به، أم أنه لا يجوز لأنهم يشترون ما لا يحتاجون؟ إذا كان الكتب مفيدة إذا كانت الكتب مفيدة له في دينه، وصاحب الكتاب أرفقها بأسئلة دينية شرعية مفيدة أيضا عليها جوائز، فلا بأس بذلك، لأن هذا من طلب العلم وطلب وأخذ الجوائز. على مسابقات الدينية ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يدخل في الجهاد في سبيل الله، يدخل في الجهاد في سبيل الله. يقول: ما حكم مشاهدة المباريات؟ وقت المسلم ثمين، ولا ينبغي له أن يضيعه في مشاهدة المباريات التي لا فائدة له منها، والتي تضيع عليه كثيرا من وقته، وقد تسبب له التخلف عن صلاة الجماعة، لأن هذه المباريات خصوصا إذا كانت تأتي من الخارج لا يتقيدون بصلاة الجماعة. نعم. لعلنا نكتفي بهذا التوجيه. هذا يطلب من فضيلتكم التوجيه للمدرسين والمربين بتوجيه كلمة لهم للمحافظة على النشء والشباب وتنشئتهم على التوحيد حتى يكون حصنا حصينا لهم عن مضلات الفتن. لا شك أن المدرسين أنهم يتولون مسؤولية عظيمة، وهو تعليم الأولاد، تربية الأولاد، وقد ائتمنهم ولي الأمر على ذلك، وائتمنهم أيضا آباؤهم وأمهاتهم على أولادهم. فالمدرس عليه مسؤولية عظيمة أن يوجه الطلاب إلى التمسك بدينهم والتمسك بالأخلاق الطيبة والابتعاد عن الأخلاق الرذيلة وعن جلساء السوء ورفقة السوء. وأيضا عليه واجب عظيم، وهو أن يشرح لهم المقرر عليهم، لا يضيع الوقت القيل والقال ولا يشرح لهم المقرر عليهم ولا يبين لهم معانيه ومقاصده، لأن هذا أول مسؤوليته، أنه يدرسهم المقرر حتى يفهموه جيدا. قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين